مارشي. أسوأ من اليوم زعما كيفاش صبحت في مدينة القيروان تحديدا في مرشي حيسية. نعطيكم فكرة الناس اللي قصدها ربي واللي تخمم في قضية اليوم ومصروف الجمعة ولا مصروف النهار زادة كيف كيف. احنا مش نعطيكم كل الأسوأ مباشرة من مرشي حيسية مع زميلة زبير العياري. سي زبير صباح النور. أسعد الله صباحك بكل خير وبركة وبارك يومكم وجمعة مباركة للجميع. تحية أيضا سيد أحمد الغالي وكذلك سوسن كل السادة المستمعين. أنت قلت بكري زمن الجميل، هناك أجمل من الأغاني القديمة التونسية التراث التونسي اللي نعبق من رائحته تلك النغمات التونسية الجميلة لها إيقاع في النفس. برشا الناس يا حسام يحبوا الأغاني التونسية، يحبوا الإيقاع التونسي والأغاني التقليدية التونسية كما لك قلت لك عندها أثر كبير برشا برشا بصراحة. معناتها عندها طابع خاص زاد سي زبير، عندها طابع خاص شوفوا المعروف. وفما دي جينيراسيون ما عاشوش مع الغناء هذا وما عاشوش مع الهادي جويني وما عاشوش مع اسامي كبيرة الحقيقة في تونس، السيدة نعمة وصالحة وغيره. ورغم هذا الكل مازلنا كيف نسمعوا الغناء هذا لابد وانه يرجع بينا هكا الحنين ونعيش معاهم الاجواء وكأن عايشين في العهد نتاعهم هما. وأنا ابن العهد الجميل وابن العصر الذهبي الأغنية التونسية. إيه مزالت البركة سي زبير. ربي فضلك عشرة نعمة عشرة هادي جويني، يعني الأغنية التونسية. علاش طلعت نحب الأغنية التونسية؟ خاطر ملي تولدت نسمع في نعمة في عليا علي الرياحي الهادي جويني، يعني العديد من الفنانين التونسيين الحق من الفنانين الممتازين اللي نحن ديما نحنوا اليوم به. طبعا اليوم يا سيدي نحن مش نمشيو، وانت ديجا قلت مش نمشيو، انت قلت ديجا عارف مين تمشي حبيتنا ما سي سبانس. اما كنا حليوها لفن حيثيه بطبيعه الحال. ايوه مش نعطيو فكره عن الاسعار. الاسعار نشوف ربة البيت اليوم حسب تسمع الاسعار وحسب ما تشوف شنو مش نجم. طيب وضربة البداية كما يقولوا المعلقين الرياضيين. أيوة. ضربة البداية مش تكون مع سي الحبيب. سي الحبيب نارك جيل مبارك. شو الأسعار اليوم بالنسبة للدواجن؟ السلام عليكم ورحمة الله يا سي الحبيب. إن شاء الله نارك أسعد الأيام يا سيدي. أهلا وسهلا مرحبا يا سيدي. شكرا مرحبا بجاعة حياة فيهم. مرحبا بكم. أيوة نعطوكم للسويم به هي مئة طالع مئة طابت، يعني مازال مش مستقر بالبداية بالنسبة للدواجن والدين. ثم صحيح غلاء بالنسبة للغلاء موجود، ما ننكروش في هذا الغلاء موجود حاليا في الوضع. على كل اسكالوب 16 دينار و 900. ايوا انا ستيك 16 و 800. اسكالوب الدجاج ديما الدجاج اغلى شويه 18 دينار. فخذ الدندون 11 و 800. كتف الدندون 9000 و 800. عندنا جناح 9000 ونص. عندنا الكبده تاع الدجاج والدندون نفس السوم 18 دينار و 900. الكبده غاليه شويه مطلوبه لان انا للطرد نتاعها ثم غالي. عندنا كرومه نتاع دندون كرومه صافي ماهيش كركاس الكيلو ب 5900. ثم الكروبيون ذي الكابور نتاع الدان نفس السوم 5900. به عندنا الدجاج 10400 كيلو. غالي شويه. البلون عندنا الزر والفخار نفس السوم 14 دينار و 900. كركاس الدجاج 5500. البيض هي اللي مستقر السوم تاعها قاعد رايش شد بلاصتو. الحارة 14 100. فص أحمر بالنسبة لنا احنا ديما فص أحمر. المواطن التونسي يحب بيض يعني فص أحمر. ما جاي شهر سيدي رمضان، يعني هل انه اليوم الـ يعني كل شيء متوفر موجود ان شاء الله من هنا لشهر سيدي رمضان؟ صحيح بالنسبه للسلع الى حد الان متوفره موجوده كميات لاباس. معناها تطلب انت كميه شنو اللي لازمك يعني تجيك. واضح الحمد لله. يومنا هذا ان شاء الله نواصلوا هكاك وماذا بين السوم يتيح. احنا نحبوا يتيح طبعا. احنا ناخذ مو المواطن زاد يتصرف وياكل لانه ياسر عليه بكل صدق. انا نشوف في وضعي واحد هذاك كلها نفس المسير. واضح. يعطيك الصحة سي الحبيب. شكرا لك يا سيدي. شكرا سي الحبيب. دونك هذه فكرة على سوام الدواجن. ايوه سي زبير. حسام كانت هذه أسعار الدواجن كما كان يحكي أسعار مرتفعة جدا والمواطن مسكين معناه يقعد في حيرة في ارتفاع المهول لأسعار الدواجن اللي ما عرفتش حتى معناتها نزول في الأسعار نتاعها. على كل إن شاء الله الأيام المقبلة تشهد انخفاض ويتمكن المواطن باش ياخذ ضالته. بالنسبه للخضر اليوم، الخضر نلقاو اليوم البطاطا من 18% ل 2000، الطماطم من 12% حتى ل 15%، البصل الربيعي بصل الربطه
من 15 دينار ل 15 مئة. الجلبانة لي بيتي بوا جلبانة اليوم نار يا حبيبي نار ب 6 دنانير يا سي حسام، 6000. واو واو الجلبانة ب 6000. يعني اللي خمم باش يعول مازال بكري من الجلبانة تو 6000 مازالت غالية. اسعار قالك يقولك المعدة فما جليدة، الجليدة هذيك ما تخليش الناسور تقلق. نمشيو بالنسبة للسفنيرة نلقاو من 12 مئة حتى ل 15 مئة. الخضر الورقية معدنوس نلقاو ب 500. السبناخ طلع شوية ب 700 مليم، الكلاف 700 مليم، وكذلك السلق. بالنسبة للقرعة دينار حتى ل 15 مئة. الكرم بنلقاو منهم ب 15 مئة ل 2000. البروكلو من 2500 حتى ل 3000. الفيف هو الفول يا سيدي نلقاوه اليوم من 2400 حتى ل 2500. حتى الفول مازال مرتفع جدا. الفول مازال كنا احنا ما عنده تو عنده قيب جمعتين اذا جمعت من هبط الفول. بالنسبه للغلال، الغلال تلقاو اليوم المدنينة العربية، نقولوا هما يقولوا العربية، المدينة العربية نلقاوها من 1500 حتى 1800. الكليمونتين من 1500 ل 2000. التومسون 1500 ل 2000. الحلو نلقاو من 1500. البردان الشروب هو مرفوف شوية نلقاو من 900 حتى ل 1200. الخس نلقاو لهم من 1500. هي تقريبا على مستوى أسعار الخضر. بالنسبة للحوم، اللحوم باقي مرتفعة. نلقاو اللحم العلوش نلقاو من 40 ل 42 دينار. ينعم ب 42 دينار اللحم العلوش. اللحم الهبرة نلقاو ب 39 حتى ل 40. المرقاز سبيسيال نلقاو من 40 ل 42. الهرقمة نلقاو من 15 حتى ل 18. هذه تقريبا أسعار بالنسبة للحوم الحمراء. الحوت سي حسام لم يأتي بعده، مازال ما جاش الحوت، بعد شوي يجي الحوت تقريبا. حسام هذه فكره عن اسعار اليوم مرشي الحيثيه مع الخضر والغلال في انتظار الاسماك. تحيه ليك وتحيه سيد احمد وسوسن وكل الساده المستمعين او في اذاعه الحياه اف ام. خليكم برونشي على 93.3 والى اللقاء. شكرا لك سي زبير، يعطيك الصحه يا سيدي على كل هذه المعطيات. هذه كانت جولتنا معك في مرشي الحيثيه.